ريجر هذا مناسي عادي وهناسي عادي كلكم رسموا نفس الرسم على كاستاتكم حتى تسوون هسه عندي كل ما جايبين على الجاي هسه بس راح اشوفكم شلون تشتغلون الجاي تشتغلون ان شاء الله اوكي شوف هذا الامبريجر هذا الامبريجر بين السنين وهذا السيل عادي اوكي هذا اللي يصير بين اصبعهم كبير ما له علاقه ما له علاقه هذا اسمه امبريجر هذا سي زين هذا سي عادي وهذا همات سي عادي وهذا سي عادي هسه هاي اللي انتم مطالبين بيها شكلك السي كلاس بشنو؟ اولا اخذ فد واير طوله فد 4 او 3 سنتيم جيجة 7 هذا يسموه الواير جيجة 7 يعني 7 بالعشرة ملم القطر مالته قصة عندنا احنا كترات توزع قصة بالكثر هيجي طبعا انا قصة زمان جهتين حتى لا يطفر عندي اوكي اول ما ابدي اسوي السي خل اسويكم على هذا السفن على مود يكون واضح اكثر اول شيء عدل الواير حتى يصير عندي بسهولة اتعامل وياه توليرابل احنا نسميه ولو قاص ومعدله قبل ما اقصه افضل بعد اوكي وراها ابدي بالسي شيب السي شيب انه اجيب الواير على الديزايربل اندر كات بالضبط على وفق الرسم شلون انا رسمت هيجي هاي الفره ويصعد هنا وينزل ادابتد ويا الجنجيفه اوكي وبعدين يفتر يو عكس السي ويرجع يسوي من نار زنتاك هسه هاي كلها تصير عندكم قدامكم اولا احدد نقاط مهمه اول نقطه هي نقطه فره السي اثبت باوع اثبت الواير هيجي وتحدد هاي النقطه من عندها راح يفتر السي ماشي ابدي اثنيها طبعا هذا البلاير اسمه انجل هذا الانجل يختلف عن الادم انه بي راسين راس مربع وراس مدور انا اللي احتاجه بالبروستاتيك صف ثالث بس هذا لا هذا وهذا احتاج بس هذا عندي بلاير لاخ اسمه ادم ذاك الراسين مربع احتاج اكثر شيء بالرابع لان ذاك مال اورثو هذا شنو اسمه هذا اسمه انجل انجل ذاك ادم انا احتاج الانجل ما احتاج الادم يعني راس مدور وراس مربع ابدي افر السي من هاي النقطة طبعا حتى لو اترك زيادة بالسي ماكو مشكلة لانه بعدين ينقص احاول افره بحيث من يقعد على التوث يحضنه ماشي يعني ما يتحرك ابدا سو نطلع له زاوية عدلة لا اسوي سي راوندد عارف سي يعني باوع اجي اشيكه افتر لو لا افتر بعد راح افره فره لخ افره هو على السن افره هو على السن ما اقدر افره هو على السن غير اوخر شو اسرع السن شلون افره على السن هيك بس انا اخليه هيك وبالبلايس افره الزمه لا ما يصير راح اتدمر بالبلايس تفر يا هي البلايس بالانجل انجل 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 هذا يسموه هسه بعد يحتاج شوية مصعب مصعب بس مرة مرتين ثلاثة تتعلم بعدين قمت تشتغل كل الجروب إذا يعجبك الشغل هسه هذا حضنه لو ما حضنه حضنه تمام هذا بصورة مائلة طبعا بصوره مائله لان انا ايش قلت اول حكايه عندي ديزايربل اندر كات هايلر دا اشلب بيها اوكي
فريته عليه. انت ديزاينر اندر كاست مو المفروض نحدد حق الجهاز لو ميدينا بالسيرفير بس هي مبينه بالعين يعني ما راد لها بس انا فريته قعد بقى باسهل طريقه ثانيه اسوي اليولوب يو عكس الاتجاه مال السي هيك افر اليو اوكي قعد افتر هسه شنو شغلي اسوي ادابتيشن انا اول شيء ازغر السي حتى يحضن زين هسه اسوي ادابتيشن اريد اجيب يعني اجيب هذا الواير بحيث يقعد على الجنجبه شو اسوي الزمه منه بالمدور واطويه هيجي اوكي واحد اطوي من الجهتين نوب تقريبا قعد هسه عندي فد شيء اسمه الريزن تاج الريزن تاج اللي هو شنو خل اعدل هذا انا اسوي بهذا المربع فد نهايه الواير هاي النهايه تصير بشكل زاويه قائمة حتى يصير شلون التشوي تشلب هيك تشنقال طبعا هذا زاوية قائمة وطوله مليم او نص مليم قصة زاوية دير بالكم عيونكم هي طبعا يطفي جيبوا لي غير كتر منك من ذيك القاسه هاي تزرف النظارات هي ما بالهافه بالهافه كيف تصير لا هو تعبان في دمها تو يا جروب سي همسي انا كنت كل سي الثالث الرابع همسي كنا نشتري واحد احسن راح بشهر بي طلع له لا لا زين قاعد بحيث تشلب وين تشلب تشلب هنا بالاكريليك هذه هاي حتى تشلب بالاكريليك بس يسموها ريزن تاج يعني حتى تشلب بال بالرزن اللي هو الاكريليك شنو هو الرزن؟ رزن تاج هذا هاي الزاويه القائمه وبعدين 1 مليم وبعدين تنقص رزن تاج اوكي هسه قاعد هسه شو اسوي؟ اعطوني واكس لا قبل خلينا نشوف شلون بقى ما يخالفهم هو راح اشوفكم شلون قاعد انه تباعون عليه على شو اسمه جيب واكس شويه هيك شي قطره شيت واكس لا
صور اصور هاي هسه هذا قاعد اوكي باعه صوره زين صوره دكتور واصل لهايت اوف كونتور اهم شيء عندي قاعد وين باعه اهم شيء النقاط المهمه شنو يحضن السن انه هو يحضن السن قاعد بالديزايربل اندر كات حتى اذا بزياده قصه من نامه مشكله واصل لهايت اوف كونتور ومفتر ونازل وجاي على اللثه يو عكس السي وبعدين هذا الريزن تاج وهاي منه ادابتد ويل ادابتد شوفها باوع جايه ويا اللثه أوكي. يعني اطويها شفتوا التكنيك اوكي هسه هذا ايش راح اسوي حتى يتشلب اكثر راح اطوي هيك هاي سبحنا بالماي شفتوا لي واكس مو جداح اكو احد عنده شغل جدوان. منو يدخن؟ علي مازن. موجودة بيغاز؟ عمي. ثواني. عمي شنو؟ هسه واحد من الأبطال. شوي ولا هيجي دكتور يشتعل الواكس يشيل الواكس يلا شغل النار داح يلا تفتح واحدة يطينج ماكو عوف الغاز عوف انا اريد منها ما في داح سديت سد راس عندنا تفجير هسه ما نقل يقولون مجموعة ارهابيين قاعدين يحمون واكس بس نثبته بس تثبيت هذا ثاني بعد نار حاطق الجهاز زين ثاني بعد شوي واكس ليش ما يشبيك هذا من الموبايل قاعد اصور به ادم شوي بعد يقول الفيديو ما ينزل لا ينزل سوي سناب شات هذا ادري سناب شات 15 ما يطول لا يا لكن ينزل قطع التليجرام وتويتر لا يوتيوب رفع افضل رفع يوتيوب مشاهده يوتيوب دقه عاليه سوي بي دي اف ونزل هاي خليه يبرد بس تلتزم فروع على الكل على الكل فروع على يساره كريم منو بكم اسمع علي اني بس على انا كل احنا على تقريبا كان نقول كل علي 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 كل علي وياك كل شيء لا والله اهم شيء يا بالاخير لا لا العين بالشغل اربع علي انت تتفرج لو ها شغلتك بس مؤتمرات صحفيه انتظر الفيديو لا تليفون ايش صار ما تبين ذاك الشيء المنصه انا غلط الفيديو راح ينزل احنا مو تكون بعد اشتركوا لا فيديو ما حد مو تريدون اربع يوتيوب هي على شنو رفع يوتيوب شيء اكيد عندكم جروب مال مرحله خاص دكتور هاي خلاص سيكريت هي سيكريت طبعا دكتور خلاص هاي سيكريت نعدل الواير زين من صفحتين ناخذ طول معين اجي شو اسوي احدد هم نقاط هسه هذا قلنا عليه شو اسمه هذا الامبريجر كلاس امبريجر امبريجر كلاس بيكون بين سنين بين سنين فرقه عن السي انه السي يجي يكون بين اللثه وبين السن اها بين الدنشل سبيس وبين السن حددت النقطه اللي راح من عندها افر السي اوكي اوكي وراها
بس ركزوا على ايدي على اللزمه مال هذا الاصبع لازم دائما بالنص. هذه طبعا تعلموها بالاكزو همات نفس الشيء لازم عندي هذا سبورت يسمى بالفورسبس. بالفورسبس هم لازم تلزموه بالنص ماشي. اجي على نهايه البلاير لان هذا السن صغير فالفره مالته تكون اصغر اصغر. هذا التكنيك مال الكلاس هو هيك تتعلمها شو كل الكلاس بات حتى بالورثة مو فد شي صعب. طب بعد شوية بعد شوية اطول مو مشكلة مو صعبة منا نفس البداية بس الفرق انه يقعد بين سنين نفس الزوايا بس اكو بي فرق زاوية واحدة هم اللي هو لازم عكس السي حتى تتعلموها. وقع السي بس تقريبا قعد تقريبا فر بسيطة. دكتور من الجهل السبيس هسه شو احدد نقطه احدد نقطه تختلف هذاك ما بي نقطه ينزل عندها هذا نقطه من عنده راح انزل اليو اوكي هاي نقطه تصير تصير نهايه الامبريجر عفيه لينجولي بطلع اللاوي الزاويه تكون تقريبا قائمه 90 تقريبا 85 90 لا يعني 85 صحيح صحيح 80 85 لا اكثر هاي اذا تعتبرها منفرجه 100 110 او 100 خلينا نقول 100 صار منا بيطول خلي قصه زايد امضي عنكم فر اليو الثاني ما راح سارة شدت تعالي تعالي بوي برا سارة اذا واحد عنده اثنين انجل يعني ما يصير تركها شلون؟ اذا واحد يصير عنده اثنين ساسوكي شلون السيطرة بالله؟ لا يعني مايكل كوبرفيلد انت شلون تجي السيطرة؟ كلش صغير هذا ما يعني ما اعرف جيبوا بلايس هذا العادي لازم ارخصها من هذا بعشرة باوع هالثاني فريته تقريبا هذا كلها تزغر بعض هسه هم يسوي هاي تبي صغيرة؟ طبعا لازم هذا لازم تاج يسموه لازم تاج غمض غمض هاي بجي حمار كبر حتى تفروا يلزمها بالكتر الثاني عمار ساسوكي شاولين شاولين افتهمتوا الفيلم؟ تمام هسه نثبتها بالواكس هسه نثبتها بالواكس وانتهى نص دقيقة شكله هسه خلنا نثبتها ماشي عمي
اشتغل؟ ايه هسه؟ ايه هذا اشتغل؟ ليش؟ تمام راح نمسح الفيديو. ليش تمسح ولا يا ابوي؟ حط الفيديو ينفع. على البين شات على مكاناتكم. جيب غراضنا؟ ما نحتاج. كاستات هنا وكترات هنا. وش يا اخواني. دكتور ما يحتاج تكتب الوكس. شلون؟ لا لازم اثبت غير تتفرجون. جايين سخرة انتو؟ لا دكتور شلون؟ بس التصوير. ما جداها جداها. وين هلا؟ هاجي دحين متى؟ بس كاستاتو سيمو كتاب. ما تحتاج غراض. أنت تشتغل بلوكس نايف؟ يخون من عند بضافي رأي سوي هين؟ هو حسن بضافي رأي نشوف. يلا دكتور شبي ما يجي؟ لا انا راح اضل وحدي هم راح يساعدون. شلون يعني؟ راح يساعد هو الدكتور وانا اضل وحدي. لا قصدي السيم هذا ما يجي ولا شنو؟ ليش ما يجي؟ لا اجى بس انا درد قاعده افضل. زين دكتور منا 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 لينجوال مو لازم ينزل بعد ولا لا؟ لا لا انا ما اريد ينزل بس منا هاي منا بس بعد مساعد؟ لا عادي 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 معلش معليش معليش وما عاد ذلك اذا اريد انزل شو قوسه بس قوسه عفية ايش بس قوسه حتى يتشلب صور شكل الكاس قبل لا يحط عليه شكل الرسم نعرفه هذا صورته كله صورته شو صور شو سوى التسجيل هذا التسجيل راح ينزل على اليوتيوب شوفونه دكاتره يا ابوي لا تخربط شغلك انا اصورك على ما يقول لك تخربط الشغل هذا عندك كاس قدامك لازم نخلي الواكس بالعود. لا الرسم عمود ارسمه. اي اوكي. ماني رسمت الواحد البقيه كلهم ينقلون من عندي. واضح. دكتور تدريب ما بس تدريب تدريب بس شوي نطلعكم لا تخافوا لا ما خايفين شو بسيط ان شاء الله كل ثلاثه بلاير بلاير يعني كتر واحد على الاسبوع الجاي بلايس والواير معلق اقنع لي اسمع انقل لحن لحن نجيب وايرات احنا نعطيكم الواير نعلمها قاعد لو ما قاعد قاعد يفرق على الأول تفرق بس لحظة جاي أصور هل إيش هنا فراغ؟ كل واحد مكانه لازم ينزل بعد شوي هاي هاي إلا ليش هنا فراغ؟ شوف هاي هاي هو خط أعرف أعرف بس لحظة خلنا نصور غلط بهذا لا شوف شوف هذا مو زين شوف لازم يصير هذا هنا عدل هنا صار عدل الدكتور مش اشتغلت تتعلم الدكتور شنو ما اعرف بس هنا عشان بس هو هذا يعتبر تمرين اذا اثنين مثلا نفس البين شوف نفس المكان خلي واحد بعد تا يلا انا قاعد هناك